فزي ما شفنا في النهاية، إذا استخدمنا أي رقم للتمثيل سواء كان هكساديسيمال أو ديسيمال، هيقوم في النهاية يتحول وحمشي في الشكل المعروف الباينري 0 و 1. طيب دي الأرقام بتتمثل كده. طيب الحروف، أنت بتكتب حرف كيف هيمشي؟ هيكون باينري، هيتسجل وحيتحفظ في باينري 0 و 1. قاموا هنا جابوا فكرة، قال والله طيب نحن ما ممكن نعمل ماب، يعني الواحد يكتب حرف لكن يكون قصاده في رقم، يعني الحروف دي نحولها لأرقام عشان نقدر نتعامل بها في الكمبيوتر. وهنا جات فكرة نظام الآسكي اللي هي ممكن نسميه وبقولوا عليه كاركتر سيت. طيب نعرف الآسكي إنه نحن بنسند رقم، بنخط رقم قصاد كله حرف عشان الكمبيوتر يقدر يتعامل مع الحروف دي في شكل بتاع أرقام. بما إنه نحن قلنا أي حرف بنشوفه قدامنا بيحصل له ماب لرقم، فدي الفكرة هنا اللي اسمها الإنكودينج. فبقى فيه كم إنكودينج، يعني في إنكود جاهز مخصص للغة معينة زي اللغة الروسية أو اللغة الصينية أو اللغة الإنجليزية. أما في نوع من أنواع الإنكودينج بيستخدم لكم لغة. طيب ده نجي نشوف كم تعريف. نحن قلنا لما نجي نعمل ماب من الحرف لرقم ده هو الإنكودينج، يعني عملية تحويل الحرف إلى بتات بيقوم نسميها الإنكودينج. إنكودينج سكيما باختصار نقوم نقول لها إنكودينج، يعني نوع من أنواع الإنكودينج ده اسمه الآسكي. لما نجي نعمل إنكود لحرف الدي حيقوم يجينا الناتج بتاعه في الباينري في الشكل ده. طيب نجي نشوف حاجة تانية، لما نجي نحول من بتات إلى حرف دي بنسميها شنو؟ بنقول لها ديكودينج، ودي هي العملية العكسية للإنكودينج. في عندنا تعريف تالت، الكاركتر سيت اللي هو أي مجموعة من الحروف ممكن نعمل لها إنكودين، أي فيما يساوي لها في لغة الأرقام، يعني الحروف هي الكاركتر سيت وعملية تحويل لبتات هي الإنكودين. بما إنه نحن قلنا عندنا في كم شكل للإنكودين وفي إنكودين مخصص للغة معينة، يعني ممكن ناخد نفس الرقم في الرقم ده على حسب نوع الإنكودين. إذا كان الإنكودين مثلا بلغة الروسية يدينا والله قصاد الرقم ده حرف روسي، إذا كان الإنكودين مثلا للغة عربية والله قصاد الحرف ده لغة عربية. يعني ممكن نفكر في الشكل بتاع الإنكودين ده أو الكاركتر إنكودين ده يعني كأنه هو نوع من الديكريبشن كي. كيف؟ يعني هو كأنه مفتاح بفكالية التشفير. يعني مثلا ممكن نتخيل زول اداك ملف هو عبارة عن مجموعة من البايت أو ويب بيج أو أي حاجة، صفحة بتاعت ويب عادية قدامك، وقال لك والله الحاجة دي هي عبارة عن تكست. بما إنه قال لك هي عبارة عن تكست، طيب أنت مفروض تعرف الإنكودين العمل لها كان شنو. أجي أديها يا نوع إنكودين عشان يقوم يحصل لها الديكود، والبايت دي تقوم تتحول لي للغة اللي أنا دايرة. يعني هو لو عمله بإنكودين باللغة العربية فأنا محتاج هنا استخدم إنكودين للغة العربية عشان يقوم يحصل لي الديكود، أي إنه البايت دي يحول لي يرجع لي لغة عربية. لكن لو قمت استخدمت كي تاني، بما إنه نحن شبهناها بمفتاح فك التشفير، يعني كأنه أدينا إنكودين لمثلا للغة الروسية أو للغة تانية، هتقوم مثلا تدينا حاجات ما مفهومة أو كأنها استفهامات. طيب يعني ممكن نجي نشوفها في الشكل ده، يعني لو جيت كتبت عبد الله، عبد الله دي جيت سيفها، بما أننا قلنا حيحصل لها ماب من حرف زي ما نحن شايفين يمشي في شكل بتاع باينري، أي أقوم أقول لها سيف أس والله يحفظها لي. وهنا زي ما شايفين ده الإنكودين، ده كلهم مجموعة من الإنكودين هنجي نشوفهم. قمت قلت لها والله طيب الـ ANSI ده حفظها لي بيو. قال لي في هنا حروف معمول لها إنكودين باليونيكود فورمات، إذا إنه أنا استخدمت الحسي فورمات اللي اسمه ANSID التكست اللي أنا كاتبه ده يعني حيروح، عملية الديكود ما حتحصل له بالشكل الصحيح. أقول له طيب ما مشكلة، نقفل الملف نجي نفتحه تاني ما فهمه، لأنه عملية الديكود اللي هو حسي مستخدمة ده ملف باينري حاول يفتحه لي بكاركتر، أنا مديه نوع إنكودين ما في قصاده كاركتر، الباينري الحسي مكتوبة ما في قصاده كاركتر باللغة بتاعت الإنكودين المعمولة، فاداني لا استفهام. فمعناتها أهم حاجة
نعرف التكست ماشي بيته نوع إنكودين. حتى انت في الويب أبليكيشن يعني أي صفحة لما تجي تفتحها في البراوزر بيقوم يجيك هيدر من الويب سيرفر اسمه الكونتنت تايب، نوع المحتوى اللي أنا مديك له يا براوزر شنو. هنا كاتب لنا تكست. طيب بما إنه طيب قلت لي تكست، الكاركترسيت المستخدمة ما كانت شنو؟ وحعمل الديكود بياتو إنكودين. دي الكاركترسيت المستخدمة مثلنا قلنا هي المفتاح بتاع فك الشفرة الديكريبشن كي، قال لي UTF-8 دي حيقوم يستخدمها عشان يعمل عملية الديكودين. يعني حس الهيدر ده لو ما كان جري البراوزر، البراوزر ما كان حيعرف الأوثر بتاع البيت دي مفروض يتعرض بياتو شكل بتاع إنكودين، أي إنه الباينري اللي وصلته دي البراوزر ده حصل لها إنكودين بياتو شكل كان عشان يجي يعمل الديكود باللغة الموجهة لليوزر. لو الهيدر ده كان ماف، البراوزر كان ممكن يعرض علامات استفهام يخمن من عنده الإنكودين المستخدمة.